صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: يوم ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هل المقصود كل أمة من كل نبي؟ وما هو المراد بكتابها؟ كتاب أعمالها، المراد بكتابها كتاب أعمالها، يعني كل إنسان محصن عليه عمله في كتاب يعطى إياه يوم القيامة يقرأه ولا ينكر منه شيئا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد، قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بكتابهم. نعم.